وديني قط. حاضر حاضر. وديني قط يا بنت. انا مالك. وديني قط يا بنت. حاضر يا حبيبي حاضر. وديني قط. حاضر. حقك عليا. حقك عليا يا يوم. على مهلك يا حبيبي. بس على مهلك. عايز ايه؟ عايز ايه قول لي قول. على مهلك يا حبيبي. على مهلك. فلوس وفلوسها موجودة يا بنتي. ايه ده يابا؟ دي جنيهات دهب تسوى دلوقتي شوي شويات. جبتهم منين؟ مش مهم جبتهم منين، المهم انك تتعالجي. هتعالجني بمال مش عارفه جاي من انهي سكه؟ مش يمكن المال ده؟ قولي. فلوس حرام يا بريحني. قول لي جبت الذهب ده منين؟ جبتها من مطرح ما جبتها. خد الفلوس وده وجعتك. انا وجعتي مش من المرض دلوقتي يابا، انا وجعتي فيك انت. الفلوس اللي اتسرقت من الخزنة دي ما اتسرقتش. اخرسي. رايح امد ايدي على مال اخويا. امال الفلوس دي جت منين؟ قرشين كنت بكسرهم للزمن من ورا اخويا حامد. اشمعنى بشر؟ بشر بقى عنده عتبه واتنين وتلاته ورا حيا الله شغال بلقمتي زي ما بشر خد. خدت انا كمان. اسمعي سرقتي يابا، اسمعي سرقتي يابا، اسمعي سرقتي. دي لو كانت حقك ما كنتش دسيته تحت الصحارى، كنت طالبت بيه. يعني طول السنين اللي فاتت دي انت واقف بتتفرج علينا، انت واقف بتتفرج على جوزي يابا، وهي بتتفرج على جوزي والدنيا مرموطه بكرامة اللي خليه في الارض، ويفوت تعليمه وبيفوت مدرسته عشان مش قادر يزد على المعايش، وهي بتتفرج علينا يابا واحنا بنتبهدل وانت راقد عم يغلينا. ما ترد يعني يا بنت كنت احاول جبتهم منين؟ إيه؟ ودلوقتي هنقول جبتهم منين يابا؟ دلوقتي هنقول جبتهم منين؟ إيه؟ هنقول جبتهم منين؟ إيه؟ هنقول جبتهم منين إيه يابا؟ هنقول جبتهم منين؟ إيه؟ هنقول جبتهم منين إيه يابا؟ ليه يابا؟ هنقول جبتهم منين إيه يابا؟ حرام عليك، حرام عليك يابا. ليه كده؟ ليه يابا؟ ليه يابا؟ حرام عليك. أقول طب أقول للمعلم، أقول له أنت جبت الذهب ده منين؟ أقول له جبته منين؟ داري يابا، داري الذهب. ارجع 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 خبيه تاني تحت الصحارى. داري ما تجيبش سير المعلم بأي حاجة عرفتها، وإلا وعزة وجلال الله، وعزة وجلال الله يابا لا تفجوا، محدش فيكم يعرف لي طريق. الله يسامحك يابا، الله يسامحك، الله يسامحك يابا. أنا هاخد الفلوس دي عندي في البيت لحد ما تدبر امورك في سفريه السويس. ان شاء الله بكره ولا بعده هطلع السويس ونصلح مركب الريس غريب اللي اتحرقت، وهشوف لي كام مركب كده ننزل منها سمك لينا.
خلي بالك السعر اللي بنشتري بيه ده مكسب للصياد، والعين بتشوف مصلحتها. عين العقل يا معلم. والله انا قلبي بيقول انك هترجع تاني ايام المعلم حالي. اقفل الشنطه دي وحصلني. اكتب لي بس بنعم، انا ليه في رقبتي كلمتين كده يعني نطلع منها. ماشي. اتنين شركاء هيتكلموا مع بعض ومش عايزين بينهم تالت. روح انت بس يابا، اوعى تسرق شنطه الفلوس وتهرب. اتقال والدت امك سحبتك من لسانك، بطل لماضي. لا يابا سيبه يتلمط براحته، ده محدش قده النهارده. شفت الشياكه والقلقه اللي هو فيها؟ ايه رايك في ذوقي يا منعم؟ هو حلو بالنسبه لاول واخر مره. ماشي يا منعم ماشي، لما تجيلي البيت. يلا يا اخوانا سيبونا بقى، يلا عايزين نتكلم كلمتين. يلا يا نص اصحابي، خلي بالك من الفلوس. خد يلا تعالى. بقى شوف يا منعم، انا فرحت بيك لما انت خدت الابتدائيه وبعدها الاعداديه، وفرحت قوي لما انت جبت مجموعه في الثانويه. كانت فرحتي كانها لنفسي بالشهاده اللي انا ما خدتهاش، بس انا كان عندي ظروف قطع سكك الاعلام. هو انت من امتى ليك في بحور اللف والدوران يا معلم؟ قول اللي في راسك. ماشي، انا عايزك تكمل كليتك يا منعم، تفرح لي بالشهاده بتاعتك. خد يا كريم. عملت اللي قلت لك عليه؟ اه، دفعت مصاريف الجامعه المنعم، جبت له الكتب. ودي باقي الفلوس. ايه؟ مش هتسلم على صاحبك؟ كريم زعلان مني وعنده حق، انا محقوق له. صاحبك كان خايف عليك من السكه اللي انت ماشي فيها. بص يا منعم، انا هقول لك كلمتين قدام المعلم. انا كنت ناوي اقطع معاك وما اعرفكش تاني، علشان انت سديت ودنك في نصيحتي خوفي عليك. في وقتها كان حقك عليا كصديق ان انصحك، بس لما المعلم كلمني وقال لي انك نويت ترجع تاني وتشوف مصلحتك، قلت له يبقى منعم صاحبي رجع، وليه عليا حق الصحبه اني اخد بالي عليك زي ما انت خدت بالك عليا في حاجات كتير، الوحشه قبل الحلوه. جدع يا كريم، بلعت لسانك يعني. الحاجات دي مش باللسان يا معلم. امال بايه؟ حقك عليا يا صاحبي، كنت شو عايل نفسي يا عم. مفيش حقوق ما بيننا، المهم بقى دلوقتي عايزين نبتدي مذاكره عشان المره دي انا اللي هذاكر لك. الراجل ده كان سابقني بسنتين وكان بيذاكر الدفعه كلها، بس خلاص بقينا دفعه واحده مع بعض. حلو قوي 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 الكلام ده، كده احسن برضه. ليه حد يسبق التاني؟ خليكم مع بعض عشان تبقوا واخدين بالكم من بعضكم.